بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وين هبين ونعكسن مالي ونعكسن قفل با وقت جاي أطهاي ورباهين تكبه هذي ساوثن ميديا كأوبريشن يتيم كجوك تعلس أبراه بالشدة أنا يسوقلين إلا مرك وحقيقة وجراء ودقدقة أي قبان موياني واحد مودة ومدة ميلان تلابوين كبدن اي قاديسو ان اي حروبي دونتو سومالين اي غوليسان دونتو اي اي اكت هاي دولميقة ان بدن او سو يران دونو ولانيال عيوان كي نسيدة انوغو قران حد دا شاشد دا ادركتان رئيس الوسارة عصوب محمد عبدالله فرماجو محمد مرسل مودي ماركي سي معنية قير ابدعسيس لفتا قرين مدحوين مختار روبو انتاسي ايانو حد دا معني دع 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 دي رد أنصارينا رئيس الوساري حسن علي قيره إنك صوت تاجر يا شيسو أي نواقين وذي حاد أو مركي بروفيسر جواري للهدي جواري أو كوهاية وريا إسلام علموي وذي ياشو لحظ الرئيس الوساري مدحوينه تاجن معني أن لا أرك أفكا أي فرتين عدايمان وان هينا إيقو دهاية مدحوينها قلد أيو سميي دولد دوي قلدان تاي أوكي إسلو وان أرقني مركا ما أنتي قران دمس ما إيكا أه مساء معني بارلمان كي فرماجا أه قضب كاسي واسوال إيكو مقن حد آن إذن لحد لينو شربا وحاكو دجره محمد عبد الله فرماجو حد just now Southern Media Corporation way goob joogay ka taa shirka فرماجو مرسل مودي iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed inta ba shir ayay ku jiraan Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya وعبد القادر عصبلة وانا صوبت كينتي مدحويني هرئي الصوماليا شيخ شريف شيخ احمد صوبت او معني عاو شركة او فردي وشرق الباب بدأ ويحري هاي عبد الكريم قوليت ايال الربي ان لغا ديغا رئيس الوساري لكن والغا بحي اول وحان شيخني رئيس الوساري ان لغا ديغي دونو نور فرصده اما عبد الكريم قوليت اما لغا ديكي دونو ماركيسي علي قيدي
هذا علي جدي يا شيخ شريف نوا اسكول لف جود هذا أنا لف هوسي إسليين عبد القادر عصب لنا شيخ شريف السجية علي جدي رئيس الوزراء رئيس الصومالية واسكول جف هوسي غير مهداي أي وذيهين سيدا سيدرات علي جدي مركي عبد الله يوسف مدحوينا وها حير الدوفاري أما كسراني كينيا معني سببت الرئيس الوزراء اللي وقعد دقي علي جدي وحي هايد إن دولة الجوهر اللي جيو أيا اللي جي يبسنا يقولي بمحمد ديرو أو حلدمان أهيا بوس كلا وقب حي نمان حلدمان أهين رئيس الوزراء أما قلا وسيرة كميد من نقول كرو شرع النوع عسى الجري مركزي إسلامالي نما أيا وقب حي إسلامالي نما وقلاي إسلامالي ما داري رئيس الوزراء علي جدي مركزي ده سدرات ده SMC وحي إذن حقيقي جنيسا دا وضيال دقيستيال لبدا قومي دوت امايغا اي محاقا صومالي دا ان حد آن اذن لحد لينو رئيس المدحويني هوري اي دولد دف كميلغار كا صوماليات مداني شيخ شريف شيخ احمد او حسبيادا قرن معارض كوردن اساقو مدحو اها داران اي اي او يري ثم والله فرماجوان بحينينا دي جري اد اكتهين دياردي بلدوين اي كسمايو ادا يينا لغا عليي اد قراني سان هذا محمد عبد الله فرماجو ايان دوين عد كيس آن كاني اساقو فرماجو لها يحجك ايان كاقا سو دعيي او اساقو نللي اي انا نو سو دعيسي واتكو قصبانتاي هذا وحو لفر ديا هذا ويدية شيخ شريف دات كودو عبد الله فرماجو ايو مرسل يمود ايما يونغالي انتاي فرديان SMC نوشي فيلا هرقيسة ايه هذا فرديان فيلا هرقيسة وا مركا اد كشمير اد كجشت مدحتو يدا الباب كيدا كشمير مركا اد كجشت قعانت هاد مديك وحيكا قبان ايسا وضو اديسا كوماند بوليسية اي راديو مقدشو راديي اقول ريس صوماليا لباد راديا اقول ريسي راديا قودركا اما كدو ايه هرقيسة صومالي لان اي راديا مقدشو او ابراهيم بوليس وري يقول رأيي إك آخرين جري وركا أها أودش شيء مايلان إبراهيم بوليس وأني اللي يقنا الله ونحرسته مركز سيدا سيدرادة مركز أتقع أنت هذا ملك أت دسيدنا معني وحكاسه قبنا يبلي هرجيسة ماشاء هذا المذهب والدجناء مركز قدومية برلمان كأها بروفيسور شواري هذا هيدي تيك التركية معني بقول كم مليون دولار كسيحي اللي جود يصير مركز سيدا سيدرادة برتاس الكوش رايان رير شيخ شريف يا حسن شيخ يا ماركيس عصبله يا وزير كأمني يا هذا الضعيف وحي قاتين رئيس الوزراء نمو أيه لقوا إن واحد دور شل يرادنا مجرتو إكستنشن لبس سنة يا لقوا درايا لبس السنة وحي كبر لابن إيسا معنيه مركة فرماجو فبراير وقت يسوع نماذه لبس كل يكوبي اللباتنكا ayaa lagu daraaya ban irun ban irun ban irun ani waqti inaan galiyo ma dadka dhahay ban 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 macnaa unsuriyad macnaa jinsiyadina waxay gashay unsuriyad ah macnaa qof aan idinku ahayn war ma sheegayo kan kala waa ban oo qeyra waa la ridaya baan lahayn maxaa loo riday maanta annagoo live ku jirnaa sheegnay in la ridi doono waana la riday marka sidaas daraadeed ma ficiltamayno hadday fadhiyaan شركة وحي قالين فيلا هرقيسة اي فريستين ساعدو مركا يا هايد جيس كافريكا سيديد دي انجريس كنا يا هايد لبيه طبانك ساعة ما اللحظة يوروب تب افريكا مع يوروب تبارينا يا هايد اما قلبات مركا يتضبط في دماء يا هايد اي اي شركة قالين وحينا كسوا بيح دونان ساعد هاد جيس كافريكا وحي تلمام يساء اما جمهورية دبركيسان اي ميلان كوب يطبانك يصدن يتضبط دقيقة صدن يسديد دقيقة يكسي سعطا waxay ka soo bixi doonaan daqiiqada kadib ilaa 12:00 ayay soo xiri doonaan marka raisul wasaaraha cusub waa abduqadir cusubley waa ganacsada weyn ee shidaalka soo dajiya oo sheekh shariif sheekh ahmed isku lafta hooseeyeen iyo raisul wasaarihi hore ee soomaaliya cali maxamed geedi raisul wasaaraha cusub mar dhaw ayaa lagu dhawaaqi doonaa caawa maxaa kale to jira marka muuday mayon gaale oo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ah ee koobaad ah iyo gudoomiyaha baarlamaanka isku dhinac waa iyo farmaajo way israaceen deni iyo axmed madoobe iyo farmaajo iyaguna way israaceen macnaheedu waa tii shir gooni ay galeen deni axmed madoobe sidaan hore u sheegnay deni axmed madoobe laba sano extension loogu daray deni axmed madoobe farmaajo
محمد مرسل يمودي اسكودين عبين نقدين عاوة مدح تو يدا ميل ادو يدا الرئيس الوساري هوري اي فدرال الصومالية مدانا حسن علي قيري او دقناء قرقي سوال هريريي عيدا ما ايا هريريي عيدا ما دا النبط سوقيدا هرام عد مايقا او بدنا ايري يا حنان يا منان يا سلمان مدح وين الشيخ شاكر يو هجامي روحيقا لو سمرهب يري معني كدولي وايي اسبه كوفيت يري ايا هريريي عيدا ما او بدل رئيس الوسارة قرقي سي والا هريريي والله يستعد سيدو كلا اسلام مانتا ايا للو ريجي حفي سيدي سي انتا ايسان قرح بردعين رئيس الوسارة قير حفي سيدي سي اردن عيدا مضا وحالو ريجي نبط سوكيدا ايا قوة مايقا ايا قرنكا صوماليا الدفاعي او بدل هل حفيز او معني رئيس الوزراء غير اوبنان مجرت وحده ضمان ولا لو ريغي غوريسنا ولا حريري محل لو حريري حريرينت كليا ميا لوغو اكيي مايا نيمان ماركاي سمعنيه نبط سوغيد ايا او تغي او قلم يا ورقد وتا وخا لوغو يري دغايسو حسن علي خير ومدن دغايسو لبا ميد سوغل دوي لبا labada ay soo galeysa waxay tahay waa caawa deego anaga goob jooganahay britoli macni ma ku dhawaaqaysa sidii la iga qaaday jagada xukuumadeedina ay u dhacday waan ogolaaday iyo ma ogolaan labadaas mid ay leeyahay labo ma maqli jirtay heblaayo nimba loo keenay waalidkeeda laba faraa loo taagay فرد عو يفر هبار لما فر او فركيتيا سيدي او كلاواي لما اللو تاقي مركا لا هريريي حفي سيدي سن وحاس اذا عضا ايدين مشيقا ايان نصيب درد جرتين كمي اذا عضا وحاس ايدين مشيقا ايان وركاس هو حقيقو رئيس الوسارة قيري حفي سيدي سي شقالات دولة دا كشقيو انتاس او وسيرا وسيرا كوحيقين اي وسيرا الدولة ايو معني وسيروها رئيس الوسارو فيري حفي سيدي سيا جوغا عاو ما انتا بلالو ريجي حد دوري دي سريس الوسارة يا هريريي وحا هريريي عيدا مضا معني الدولة دا سيبا نبط سوكيد دا يا هرام عد يا هريريي هرام عد او لوغو مقع داري فاد ياسين اف عربي وا مركا سيدا سيدراد ديد رئيس الوسارة وحا لير اللابو ورقاد دا انقالي كمكود دوغي سهر دا بريتولي بلا بوق اذا عدا انتا اسكو يرتك شير جرائد ما قبانايسا ما دهايسا انيغو سيدي شرعيغا اهايد الا ايغا قاداي وان اوغولااداي بارلمانكا ايو غودومياها محمد مرسل غوان كوغو وان اوغانسانahay ما دهايسا ها اما مايالي ما لو بدين با دود ايو ودا حاجود ما جرتو ما اوغشahay ان اناد بريتوله اذا حدا الله هدشيد تلفزيونادا mise ma ogolid qayro labadaas mid ma ogoli haddaad tiraadid macnihii waa ku jeebaynaynaa shacab baa tahay hadda qaswada ayaa tahay qaran dumis baa tahay waxaa tahay qof qarannimada soomaaliya inay hore u socoto diidan baa tahay baashaa way soo wareegataa jawaari markay ciidamada macnihii la geynayay isagoon waxba culimo ay lahaa kalbuush oo kale in loo xiro la rabay ciidamada ninka soo daabulay qayro aha waad ogtihiin ha jawaari oo oday ah oo sideed sagaashan jir ah oo macnihi hal xabo oo tin madow macnihi aan madaxiisu ku oolayn ninka inuu katiinadeeye rabay ee kursigii uu buriska macnihi uu ku garaaci jiray rabay inuu ku katiinadeeye qayru ahaa waxbada kama soo wareegin laakiin sugaayahan soomaaliyeed baa wuxuu yidhi ruuxii godob walaal gala nafsina waa uu ku garab yaal waad sagarwaaqsan doontaa markuu guudka kaa raro garbahaaga uu dhaansado ilaa nafsigu gadiis weeyo godkood aada mooye ka gaboobi mayst nafsi sidiisaba kama gaboobaysidba geesta kale ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ee xadiistan ka dhagaysanay culimmada loogu haaraangala diinta islaamka ee rabbaaniyiinta ah ee kuwa qabaligaan ahayn waxay noo sheegeen haddaan jaahiliinta nahay ee caamada ah in dulmiga xadiis alqudsi uu ilaahay ku leeyahay inuu mugdiyaal yahay adduunyada mugdi qabriga mugdi qiyaamaha mugdi jidka siraad mugdi mugdina uu ku dhammaanayo oo ah ma arkayse jahannama gogol la seexdana jahannama u baas lahaatay sidaasi daraaddeed walaalayaal
رئيس الوزارها وها او قاتي ان او ورقداسي قلنك كدوغو او يرادو مالين تبريتو لا شير جرائد بان قبانا يا ما اركي سامعني هدي ان وحسك بدلين رئيس الوزارها صوماليا واد اكتيين لبجر ايا لغسو دوويي قدر لبضا جيرنا معني قلاف سوجري ان سي شيغيني رئيس الوزراء دكور معني قبيل اهان يضل لو تابطي ويسكد يقير واغي معني ثم والله ويسكد انو شر جرائد قبطو وكغا سوورجيدو فرماجو اسقو دمعي او ربا اذا عدا اسغو ييري ايا نبط سوغيد لغا اديجيي فرماجو او كا اديجيي او يير ما قبن كرتيد لبا جير شر جرائد ديددي لغا ديداي انتو قولكي سي غلاي ايو مدخ دربيغا كوتوماي عرا او قاد دراديد ما مقدشه غودهيدا نين عابود وا قيمادي اني شر جرائد ايغو ديدي كراد اسقو كا خريسن ماركا سيداسي دراديد مرنا وو دحاي واتي لو ديري ميش ليرادو قدر مدخ ايو دربيغا كو غراخداي رئيس الوزراء الهي عافيو مر لبادنا معني وحي اهاي جبوتيا لو وديت لاسسباي سو نقشدينا واتي استاغ او كدحاي او معني قدر انت لو ديري شركي اسقو معني بينبينتا استاغ او دحاي او بريام بريو او كجري اسبيتال كو يال قدر ماركا سداسي دراديد رئيس الوزراء هو اوغولاداي هدي ما اركايسه ان وخ اسكا بدلين عاوا الا ان اوديال فر بدن او حاد اي كو جيران او معني مده ان لا اركين دولته هل تاغيرو سومالي هوراي او سقتي دحاي جواري مركا لا توراي اودياشو او باقي ور ها دح ليغا دايو رئيس الوزراء الله لغا ديداي معني ومعني ما انت عاوا اركتين يغو وخان شرعي ما وخان وا غردرو رئيس الوزراء iyo madaxweynaha macnaheedu bilooyin baa u haray inay wada shaqeeyaan bay ahay la taagna marka sidaas daraadeed qabyaalada karkeedana waad aragtaan ee qaranimada inta doonta yar dadka Mainland baa ugu badan marka sidaas daraadeed warqadii uu ogolaaday hadaan wax isbedelin Britole shir jaraayid inuu qabto oo waliba sandulle ah waay caawa la sanduleeyay raisul wasaaraha maantana 10 daqiiqo maba loo daahin ba macni waa lagu yaacay waad ogtiin doodi macni baraa bulshada ka dhaceysay jawaari iyo gruubkii uu sameeyay iyo markay sadani iyo yusuf garad waa arkayseen marka sidaasi daraadeed meesha waa isku yaacay walaalayaal Britole raisul wasaare qeyre sidaas laga sugaaya siyaasadu way isbedeli kartaa qofkana maankiisu wuu bedeli karaa anaga SMC waxaan ognahay raisul wasaara in la hareereeyay xafiisadiisa lala wareegay maanta caawa isla markaana gurigiisa la hareereeyay oo madaxtooyada u dhaw markayse warqadaas la loo geeyay oo la yiri qalinka ma ku duugaysa bila fawdo inaad markayse macnihii xilkan si sharci ah lagaaga qaaday mise ma ogolid labada mid in la yiri Britole oo shir jaraa'id qaban doona sida lagu heshiiyay caawana la hareereeyay uu sanbaxsan karin qodobkaasi waanu sheegnay Abdacasiis lafta gareen kursiga waa laga qaadaya isagana Abdacasiis lafta gareen hoggaamiyaha tiimka reedow ee magaalada Baydhabo jooga macnihii maran dheereyn kursiga waa laga qaadi doonaa jagada waa laga qaadaya waxaa lagu bedeli doonaa qof kale madaxweyne Mukhtar Robow baa ku soo aray Mukhtar Robow madaxweynaha ma arkayse gardarada cad magaalada Baydhabo 13kii December loogu soo xiray cusub leh raisul wasaaraha cusub intaan la magacaabin ayaa la soo daynaya ama marka la magacaabo kadib ayaa la daynaya maalinta biriya loo fariisanaya warka aad u fahma sii daynta madaxweyne Mukhtar Robow dood kama taagna laakiin maalinta biri ah waxaa loo fariisan doonaa annaga horaan idinkugu sheegnay madaxweynaha iyadoo la dayn rabo raisul wasaare qeyre raisul wasaarihii hore ayaa qadar ka yimaaday isaga macnihii dood geliyay okay haddana raisul wasaaruhu macnihii madaxweyne Mukhtar Robow sii dayntiisa dood kama taagna laakiin madaxweyne Mukhtar Robow macnihii sii dayntiisi ma marka raisul wasaaraha lagu dhawaaqo cusub raisul wasaaraha cusubna waa sadal maalmood gudaheeda in lagu macnihii la soo saaro warka aan sheegayno kitaab ma tiraaya dowgada iska dheh ma ahan saan jeclahay ma ahan way ila tahay ma ahan awalna waxaan idiin sheegnay in arrinta Mukhtar Robow la galay laakiin kuwa annaga ma arkayseenna mucaaraday oo macnihii Mainland ka mid ah walaalihiina laakiin Ilaahay soo hadeeyaan leenahay haddayna waxba ogeyn iska aamusa haddaad wax ogtihiinna sidaa wax ogtihiin sheega waxaa la rabaa dadka inaad contribution aad u yeelatid
معناه عاطفت وح لجوه ناكسن يا واي ضدك مدحوين مختار روبو وتاجر صن قبيل أهان وحوي إركا يا روب كوكتين مختار روبو هدو صوب حنا قبيل أمو الله بنجرين دوم كوا حيرينا ما يلاوي جفدي سهاسة كوا شاكتنا ويبدين كوا ديدن ما أنت إلا سيد داينا عبد آدم هوسو وكبدها إسقى إيه قيره وإسلام دعين ورك إنه كده عاون أحسن ها علي دون داره علي ور دارنا ماشوا والله قاعد دونا وكتجي دونا مركز سيدا سيد رادد معني عبد فتح حجبك ور مختار روبا وهدي عدو تاجر سنة سيدي نيلسون مانديلا أكله ولي بإسقى كشرف بدن أو نن مسلمة أو دين الدنيا قرله ور هدا عدو تاجر سنة سيدي غاندي أكله oo macnaheedu ninkii hindiya xurnimada gaarsiyay warshadaan burqanaya gaarsiyay iyo gobnimada gaarsiyay madaxweyne muqtar robo muslim ka sharaf badan hadaa aaminsan tahay ninkan hoggaamiyihii ustaad usmaan oo kale inuu yahay ama inuu lamid yahay ma arkayse general hasan maxamed nur shaati gudud oo kale macnaheedu dadkiisi markii ay isku dayeen qaar in ay macnaheedu laan dheerayaal baana ay dad macnaheedu gardaro u toogtaan intuu soo qabtay fagaarayaasha uu macnaheedu ku toogtay aan ognahay sida oo kale dad u aaminsantiin muqtar roobo u taageera laakiin wixii ka hooseysa hadii jufa jufa aad u taageersantiin cirka roobka ogtay muqtarna markuu soo baxayo jufa uma soo baxayo nacayb iyo jacaylba maylan buu soo baxaya waan ku hoos guureyna waan ku gambanayna hadhowdii qabiilo kalaan gumaadayna ma shaqaynayso qodobkaas isaga waa la dejiyey waa la dhiraandiriyey ninkan inuu ummadan hoggaamiyo dulman dulmigana ka saaro ayaa loogu talagalay waana laga soo shaqeeyay dal iyo dibad marka sidaas daraadeed madaxweyne muqtar roobo ma la deynayaa mise ma la deynayaa hadda ma taagna biidnillaahi baari madaxweynaha waa la sii deynayaa berri oo taariikhdu ay tahay 26-ka bisha 7-aad 2020-ka ayaantuna ay xataa waxaa loo fariisanayaa madaxweyne muqtar roobo ما الرئيس الوزراء عصب انت على صوب مجا عابن ميان سيدينا مسه ما أركي يسمر كرئيس الوزراء الله مجا عابه أيه للدينا يا بالربا الله كشرع يا تاس شركة انت لو جو قبنا يا إنا شايف كمان شركة انت لو جو قبنا يا والأدنى لكن إنا شايف كمان أوكي وها انت سيدير مركز السيدايو حاجة للدينا يا ما اسك نل السيداي اسكب حيمان madaxweynaha shuruudaha aynan sheegaynin oo umada Maylan u dan ah isagana u dan ah Soomaaliyana u dan ah ayuu qalinka ku duugaya waxaana laga dajinaya ka noqon mayna mar kale magaalada Xudur gobolka Bokol ee jamhuuriyadda barakeysan ee Maylan ayaa laga dajinaya marka Xudur laga dajiyo macnaheedu dawladda Mareykanka dawladda federaalka Soomaaliyeed dhammaantood waxay u rari doonaan hub rasaas iyo dhaqaale ayay u rari doonaan xudur markuu sidaa u joogo shabaab inuu la diriro isagoo hay'ad madax bannaan oo macnaheedu dawladda Soomaaliyana aan ku milneyn oo gooni uga taagan ah oo Maylan maynimo u taagan awlaan idiin sheegnay kaarka ugu dambeeya ee macnaheedu farmaajo iyo tiimkiisu ay macnaheedu ku dagaal gali doonaan Soomaaliyana ay ku sii joogi doonaan waa ummada Maylan oo ugu horeeyo madaxweyne muqtar roobow Cali Abu Mansuur Abiidna saasuu idiin sheegay marka sidaa daraadeed inaan ku dheeraado ma ahan nafsadaydi macnaheedu waqti aan qaadanayaa maanta aan live galay haddana inaan waqti idinka qaado ma rabo madaxweynaha xudur baa laga dejin doonaa marka laga dejiyo muddo kooban kadibna magaalada Baydhabo Maylan isaga madaxweyne u noqon doona warka ma idin dhacay mise idin ma dhicin SMC baa sheegtay hadhowaato ama hadheeraato warkan waa sidaan u tabinay hadaanu Allah uusan maya dhihin maxaa yeelay annaga iyo makhluuqaadko dhan korana laga xukumaa man barbosis an Allah disposes bini aadamku waxbu u dejiyaa ilaahay tiisana meel bay taalla مدى بني آدنك ما فليس تي إلهي با فليس فعالوا لما يريد إلهي با وحو الدونة سمعي مركز سيدة درادة لكن قرشها دكسن وحاوية مدحوين مختار روبو بعض الرئيس الوسائر المياه سيدين تيسو
مسه رئيس الوزراء انت ان لما قعابين كهر ايابا حضر لقد جنايا بالربا الله شرايا كو حضر مركز لقيو رقان نمو كتغايا بان بان اي عرور نمو ما اهن اسكبح ما اهن رقان نمو ماي نمو داد نمو كتغايا مركا او كتغو انو بشاس كما دي كرو مالين تاس كما دي كرينو انا قدان SMC جوكتا علوس كمانا دي كرينو حيلي قاسي مغالا دا بايدابو الساقة ايام ملحوينة كرنو قندونا براو ايانا عاسمة ديسو اي تهي ميلان الساقة هو قامنا اي ملحوينة معني ميلان السيد مختار روبو علي ابو منصور واركنا سيداس هايدين قلو شاكادا روان كو دايرادي تي قدر اهيدنا معني مالبي قدن بيي وليب الساعدي قدن بيي ملايين دولار أي معني كينتي أو والان أو قعنت اللوغليي فاد ياسين يوم أركيسي معني محمد عبد الله فرماجة قعنت اللوغليي داني وصوح روضي سيدان شاكني ويسي وصال لوح اللي العقيس والله فصحي أحمد مذوبي وحي سوال السيي معني والله فصحي رئيس الوسارون وحوي رير معني علي مهدي شيخ شريف يضد كعاسي من عاصي وجبان رئيس الوزراء من مدينة إيجا قاطي شيخ شريف شيخ أحمد كلن كيض إنه كسر بحيبان أم لينا ما لح دقيقة لمن بعد اللح دقيقة رئيس الوزراء مدحوين شيخ شريف شيخ أحمد قدومية برلمان كمحمد مرسل مدحوينا محمد عبد الله فرماجو قدومية كحجين كبرلمان كوباد فدرالكا مدن مودي مليون قالة ماركي سيشركودي عاو اي كجرين البابد الله بنا وحي كسو بحي دونان شم دقيقة كدب بإذن الله باري هذا وي فرديان ولي ماركا وي سومع سلامين ايان خيرها سنا وحي قاتين رئيس الوزراء نمو دلكنا الدورة شكا مجرتو و اكستنشن لبسنا ماركا وحان ايقي دونا وضيال هدلي وماركي سيقو ماركيس معني اوديار جروبي ان ماركيس اي دفاعان رئيس الوزراء حسن علي قيري حق بين اولين اني دافعان لكن دبك جرا وحي وحو يحي لما اركن ددكاسي واغي بروفيسور جواري معني لو حد قد باي بل ان ايغنو سيده هادلك اي وديغين ميدا اقبلينو ما هو والله وضع اقبل وين حدي وحيارك لا جيراننا ويارك لا هلاله والله أنا رغبلي وضياسة يو حقارتك أفر ماي له سوماليا أسكرة دالك أقبالي ماينو وإن في الشرقية لغو وضع شديو أما لغو كالتغو دالك عن دولة دوكو ما تكتب ليه رياضو الله وضع محمش لكن أقبالي ماينو وحان دستور ككول وكورستيوش ككول وان دالك إيا دالك عن دالو عين وإن تاسما قادم هدي لي سيدي فور كومنت على الانستغرام مايو اولي وي مات بعد كده جاي اطلع اوضاع الصوماليه اريد تاسر واحد اي حد وي انا انغو احدقن الصوماليات ودياشي سمادونادي ولا اي حد هدا و خو يرا انغو احدقن الصوماليات وحان هدا رئيس الوزراء غير لو سمي وا قرض طبعا رئيس الوزراء اسكو جفويش حسين لكن بروفيسور جواري او مايلان كسو جيدا مركي ودياشو ايغا قبط رئيس الوزراء مدحوينا ايغا قبط علموي اولها وده حد لما أركن لكن ما أنت وان أجدنا بل أن أجنو معنيه أفيان كاسي هراء وحولة سماري هذا سماري هذا ولا لكن وهاي هذه الجيل الموقتي وما تصور معي إنه في جديد سوقلس وهار النهار كي ولا سي ولا دور الشدة صوص وطول السوا دولة تصور معي ما ده حديدة هي دولة قبل يديدة حبنا كا دولة فيدرال كا لا بد أن واحد كبر سنين دار شد من هذا الوقت إلى قافل. سوى ذلك أو أصل لوني يسوي وجبته وسوي جبته. قرار السياسة أنا أقول لك استخرج ما أقوله نمط قرا. سياسة ما ركبت كتلة هنا أنا واحد من الصومالية أضيع شيء سمعتونه دي ولا نكون جالاي. سياسة كتلة هنا. وحان كدقينا وحكستا او اه اما اه لا رئيس ساكبتهين امد الصوماليين لما اعتدى ايكسوكا
كرسي لجعلاه كرسي لجعلاه أول الله حويه أول لجدي لما تدرسوا مالي أساس كذو مدرس وحكستوا أيضا وقعد مركانا وجعل الله يسمينه وأنا كذي جيني أبانا وداشتوا مالي أريد تاسر وحال وجه دينينا بارلمانكا هي مدحوينها هي حكومة هي النمار في ذلالك إنا الوها من أمال يسكد دي وحلا يا رئيس تاسر وحكد دينا أيضا وحينا كيني كرتا مشكلة ومدان دب مدرس سورة لوي بين أنو أدانا أولياش حمر صوماليات لبنا كنا هوني لما قرر هالكن دولو لغو بلسي وسي شرف له قيمة لإسيقى بدشي كيو كان أفرنا أنو Okay. وأنا أرجعني وحيري أفويين كهرة بلها معني وحيري كرسي تعليسي دبعت هذا أقول بدن لكن عوضة كهر ما إنا أركض أنا تواري بروفيسر تواري مركي لطورة يي مدحوين مختار روب ومركي لسواق بنا يي أو قرد رضا أنتم مالسو استاجي أما أضيعشان ما أوصلين كرسي تعليسي وقلت وايو ويران كل واحد أفر سنة أيوه معنيه رئيس الوزراء هذا الدفاع أيوه رئيس الوزراء ها والضلك هيستي ومعني باش علي مركا أنت هسوي حال ربي إله يرادو رئيس الوزراء وقت كأقول ده راضي متكلم معنيه لو جوب بدل ساعد بوقت كاب قابن وجوجي عدولي وقت قابن وجوجي إله يرادها الربي مركا سيدا سيدرادد معني وان أرجني مركا يصير لكن وحن أقول باي يعني أنت على هاي نقطة إنا نقول نقطة قبل كشبع الله هوسى وحروبي هذا الذي شيءنا هذا دمنا دكومنتي نقرأ سيدا هذا يقصي صعته قبل كشبع الله هوسى وحروبي وحنا شيء كمان مرة هوس وقلي مايو لكن قبل كشبع الله هوسى وحروبي قبل كشبع الله هوسى وحروبي هذا الذي لا عبد عسيس لفت جرين وكدايي وبدل سدو سلام عليكم عليك السلام يا معلم أنا ميرو كسعو أركت هذا سيدادو أركت مارك يسمع لي واحد عاية وحالي أركت مارك ورا والمش هذا يا لا 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 والله واحد بدنا ما أورك كأوي عاوة هيلا أوي هيلا أوي عاوة أدي كسعو أنا مارك وحالي هاي أنا جا وحنا هاي تي كرنت إبيه لقى جوية وانا هاي تي جواري تدبات تنجير لقى دري وانا هاي تي محام مرسل لغه يستيبانا هاي تي وحان هاي لغو تمنى موكتا اه والله بضا بني سراعين بانسي جعلالها وليبا مركا وحان لايا هاي دولان نماذا وي جيريسا وهدي داعت جيرتوان ما فانت وين جيري دونتا لكن سو دوفار مداهير ايو انيغا شخصيا اي ما كلاسكيان هاوي ادارت ما با اي كلاسكيان بو ما فانت مالين تلا دهو قردابي قادي او دادت كود اين amal dhaho meel kale ka mid ah Soomaaliya wax ku dhaceen gurbaane wada tumana way tuugtahay erooda wala aan kooda Facebook ah dhihin dawladda ha dhihin saasay fotada u xeeraayaan af gooyo muqdisho 30 km ma wala wa bentes ee u jirtaa 30 ha istaqfar la 30 km u jirtaa yaa ka hadlay dawladda tagtay ii sheeg dadkeygaaba baaye aniga maxaan aniga iga galay ii sheeg waxa iga galay aniga wax iga galay ma jirto waana ku faraxsanahay waxaan leeyahay dadkeego isku duubnaada oo tashta oo dantiina ka fikira dantiina ka fikira raisul wasaara ama madaxweyne ka sokona haan gureenina oo idinka alaashan dadaba ka fuul ha oo haan xuur albugay idinka isla hadla isla fariista isku tashta dhulkiina iyo dadkiina se ku samata bixin kartaan dawladnimada waa tii la iska arkaa laakiin dawladnimo la isku dulmihaayo dawladnimo ma ila lixdankii anaga ma dhaxala u heelna inaa waligeen raisul wasaare soo ahaan waamaya raisul baarlamaan aan raba baqtiga xaarante anaga dhaxal u maaran heelin inaa waligeen raisul baarlamaan ahaan marka gudoomiye baarlamaan leh baqti marka waxaan leeyahay dadkeega waxaan leeyahay aqligiina ha shaqeeyo aqligiina ha shaqeeyo iska daaya digil iyo daamidan ani hadda maqlooyaa intee ka imaato waligaa ima maqalin waligaa ima maqalin ma fahantin waa dhulka lagu raadiyo dhulka lagu xalalay hooyaa oo hadaba xorta aheen marka is xoreeyo dhulka ka kacaanay leeyahay qarniga 20aad lagu jiraa oromo waa taasa
ورمبا واتا ساري زوزارة كأهو حيلا صوصي العيام مركا وحاني ليها دادكيغو اسكوتاشتا حالا هورتا حالا ميدي دادنما دا حالا ميدي ديقضونا وي إيمان السامركاس علاش حالا ميدي دادكا نلاد ديقن وحان كويدين لها مدحوين مختار روبو وهو قامي مايلاند تلادا آسين يسا مركا وامحي مركا تلادا يا بلابطي مدحوين مختار روبو ومدحوينها مايلاند سيدة هنطا يس ما أنكفتني يا مدحوينا مايلان ومختار روبو هدان إذين شيء هنا السجا أيها هو جامين دونا ومدى مايلان عاصمة بنا ولا السجا مدحوينا كان نقول دونا مركب ثلاثة ثلاثة أسيري سا محي تهاي سي ما عرفي سي ما أركي سي سمع دي سي يه هو جان سميدي سي سن باهيد اللقب وأيسن أفشل من ومدى مايلان وعدالة يه هو جان سن أي معني السنان باهي أقبطه هذا ثلاثة يا بلابة مركب وهو جامية هذا كلية يعني أما إذا لا مركب محاوك ولا تلي ليس ثلاثة دي مدحوينها كسرت مدحوينها ثلاثة أنسينا يا وحيد هاي ومدحوينها ثلاثة وبهي ما بجستان بقبا أنا بركيني كاس أنتو صامر يا نوقف فلان سوا حق رتما أنا رأيي أهم بتي أنا وحان ليه لها مدحوينها دول كان أدو كوبا هي دات كان أدو كوبا هي وحلا صامر أي أردن دب إن هذا أفيرني أول سلام راي أولنا ديب أفرن دت كينا سيرة أتكو ماركتي أكو بدال بدهت يقول كينا كلي إنا كتريست وحن كلا ربع إنا كفائد يستعاو إنا محاضري أيه يا عبد هو ولا وين ومهت سنتي هنا الله أو وحدتي هنا دت أفيعم ماشي لك كهايا إنا إلا وين دي دايا ري أفجوي ولا لي ريا رو أن كنجر دقيس إنا دقيس تحت أم أم الله يا أكو عشاء يا أرجع يقر بدل بي كل عجرو وحن الله هاي ماشي نكورة إيرين كذا ماشي نكورة إيه وحكلية تقعن كل هاي واحد هاي دول كان أدو كسوجو هاي دول كان أدو كسوجو يا محل إيه جست هك هل نسي أصعنا كلي وحربا أنا جنين بخايو سيكو بدر نهربا بس إنه نقطة وحكلا كمرة مي فهمي زاني أديا هانين كينو إمارة هندلا جوجو لكن نقول معمولي وا ألا في أيه هي جسي سنة ألا جسي سنة والله وبالله أطلع وكفر حسنة وحان الله يهي من كان إيداد كان هلا بباري بلا دوغلي حرادة كتالة وإنا أنا كتالينا أنا بس وإنا أنا كتالينا إنا أنا هي سنة واي وزارة تقاشان ديكا إيدا مرا سراكيشا كبو حيدا جيرا مخبنا وإنا إساق قانتي سكسو بيا مي مقلوس أدي أنا أد بانكو مقلا يا عوحان حقي جنكرنا دان هاي SMC يجوكت عرس إن قبل كشبيلاها وسئو حروبي هذا نكون حق جناني إن شاء الله أنا جوا كورشين اسمه إيه بينا كده هاي جبر الدمب أديك اللي مرفلة أستدح جر وهذا واحد كورنا وكورشين فودي على يو غارسيان كده أنا سبته أديك فيرا كورش بين ما كورشين ويل كي هذا ولا بيتين جر محمد مركب سبا أنا جوا حي إلا تهاي عن كده هاي الدنيا ده أنا جوا جنري كو قلايا إلا تهاي أنا ضد كي جحرو مركلي يا تهدا أركو اسكومي ده وحي يو صار دويت واجي اتتون إيطار بارلو كلك يا ذلك الله هون حارستي محمد حسن نور شاد جدود مركا وحن رجينا يا كي كل حاجة إنه نقند وأنا مقيم حال ده إيشك مختار وأنا رجينا يا إن شاء الله بين ملاك لي نكاس وانا علوس وحن كبر يا دت كينا أو فيسبوك يا ذكها دلو أم بكها دلو محل ده إيشك سياسي إنت نفط كذا أم برا يا فيسبوك وعكلا إن أول جوابيو سيبان هبرا أقص أنا وقف كي مادة سيبان الله شقينا مي فاهم إذا أنا أديا أنا جا إن جرت نو جرتو للقها أنا كن نو جرو كي بحنايو أنا جا بار ديرا مريحان شيغانا يا آدنو كسمايا إتوبيان أغادين الشيغانا يا ما إنا هادلنا نوفرنا دير نوفرنا هادلنا أنا جا سوموغي إل آيغا قبها يدك كيغا آيغا مركي يغستايا هايين ليسان جرون واكا حناقا والله بين مكو شيغا يعني وربا مجرى بجارو دلكو حروبو ها هذا النوم يالو هذا النوم يالو عشور تيادا وي عشور تيادا وي تنبوصا صلو قد استو رب العيسى استغاشن استداد دي مر آن مري آيغا آذن وقلها اللايو بابورت كشقي صحي تعمل كنا أبي الكميس نقام الدريشة هذا نقول كي يكون يلبيا كو أرورة وطاية ذا وحي لقديس أنا عربت أن كل جوا واحد بدن جوجا ضد كصام رسي أصل إنا يعني هدا أركتي ده كده أو كوي نعم ما بلي سنكرتي وروحي أن صام رنا وح أن كبرنا عليه ضد كلمة تنجرد إيه وأنا جاي إذا شيء إنه إذا كوي
dadkii wixii aan soo marno wax aan ka baranno wixii aan soo marno wax aan ka baranno tan idinka maanta aa maqlaysaan wax ka barta maxaa tiri waa eyay dhalay doofaar ma daahira ma daahirayaan eelay uu kula soo taagan yahay wuxuu kaa soo qaaday hal qoyso isaga ka mid ah waa dadka oo badda ah oo ilaahay subxaanahu watacaala sad weysta ku beeray ilaa intana ilaa kenya kaga beeray intana ilaa etoobiya kaga beeray ayaa lagu leeyahay bayi bakool oo weliba bakool ee maxaan ku leeyahay halkan kaala laalaadaan aawe dadkii deganaa aawe maxaa la dhahay ii shakeen bardheera i buraxaaw maryaxaana sheegoo kamaa likid ayay waa lagugu maamula dayuusnimo ka liidata miya jirtaa inaade dhulkaagi nin kuugu yimidoo gaajoonaadii kugu maamulaay innagu hadal inooma yaalaaniilay nin inaagiinow wallaahi dadka kan guda jooga io kan banaan jooga seebaan culkiina ku badbaadsanaa keliyata aan kala hadalno wax kale yos madaxweynahana waxaan leeyahay waaba rumo wey insha allah wey si horba ugu socnaa keliya ka hadal adiga laakiinse siyaasaa geekii maraynala waal dhegteenaya kusoo dhicinaaniilay ani aniga cabdicasiisna ima yaqaano mukhtaar rawowna ima yaqaano riyaalatiga markaa kaala hadlo ma aqaan awoogay hadday ay yaqaanaan laakiin ani ima yaqaanaan shaksiyan ma fahanta waxa aniga aan rabo riyadayda ay tahay waxay tahay dadkayga xoolkaoo shaqaynaya heer hebel ciyaarta ka dhammaato annagaa macnihii xagga u badan annagaa saan ah sheekadaasi waa oo dakhle ku imaada meesha uu yiri daafeed anigaa iskale maxaaba soo socda lagu ogolya annagu fiir annaga dulsaarle ma ahaahayna weligeen dhulkeena ma marti ka ahaahayna ya waa su-aal maka ahaa karna intaa ka badan bilaa calaykum aad baad umaadsan tahay kii noo jooga marti ha ahaada ha joogo waxaan kaloo leeyahay dadkaan dhahayo anakaa iskale maxaa la dhahay iishaka marka waa leedahay dadnimadeeda la imo tikadeeda ha shaqayso dad dhimasho ogolaada nii leeyahay dhimasho ogolaada dhimasho ogolaada waa xoroobaynaa waanu ku salaamayaa inaade aad baad umaadsan tahay walaalayaal gabadhaasi u dhalatay jamhuuriyadda barakaysan ee mailand oo caqligeedu ama garaadkeegu uu koray waxa weeye ma arkaysa aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan mar kale aan dul maro cawada madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane cabdiweli muudey madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo shirkoodii jaraa'id ay caawa galeen hadduu dhammaaday waxayna shirka u fadhiyeen villa hargeysa oo meeshii maanta lagu riday ra-iisul wasaare khayre waxaana sheekh shariif meesha soo geliyey sheekh shariif waa hogaamiyii mucaaradka oo dhan kii ugu weynaa xisbiyada ra-iisul wasaarenimada ayuu qaatay isagu beeshiisu waxay qaadatay ra-iisul wasaarenimada reer galmudug afarta oday iyo adeerkood in iyaga la siiyaa la rabay laakiin waa looga booday waxaa ra-iisul wasaarenimada la siiyey reer cali geeddi reer cali mahdi reer xasan shiikh reer sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaaraha cusubna maalmaha soo socda aad dhowrtaanba waa mudane cabduqaadir cusuble ganacsadihii weynaa ee shidaalka soo ka soo dejin jiray magaalada muqdisho siiba dekadda ceelmacaan shirkooda sidaasuu ahaa marka mucaaradka hadday ku tashanayeen sheekh shariif sheekh shariif ra-iisul wasaarenimay qaateen qoladaasi hal nin oo macnihi xataa galmudug ka aaday ma jirin inkastoo calankii gobolka banaadir dhuusamareeb la geeyey oo macnihi la rabay in lagu jilo meesha laakiin cumar finishna ma togin qof tegay male qodobkaasi waan isla aragnay ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo maantay 10 daqiiqo gudahooda la turaantureeyey markii la ridaayeyna dhuusamareeb isagoo jooga s m c markuu daawaday war waa lagu ridaayaa fiiri s m c iyo jugta culus marka la yidhi uu arkay damcay inuu garoonka dhuusamareeb uu kasoo dhoofo qoorqoor uu hor istaagayna uu yidhi hadda ma dhoofaysid ilaan wuxuu rabay inuu kasoo gaaro arrinta villa hargeysa ka socota bal inuu wax baajin karo 178 xildhibaan 8 ayaa difaacday 178na waxay u codeeyeen in la tuuro marka sidaa daraaddeed kaarkii ahaa ma arkaysa hawiyism 61-doodu ma aynan arkin annaga iyagoo kayro difaacaya marka sidaa awgeed sidaasuu ku ahaaday ra-iisul wasaarihii marka maantay isla maanta xafiisyadii oo dhan waa lagala wareegay ciidamaa galay macnihii xarumihii xafiisyada uu ku shaqayn jiray waa lala wareegay
عودنا جرجي سؤال هريري وحنا ليري أقبل لبو ما أقبل إيسا إس عسلاد معني هديد اللي جريدي أديك حكومة ده مسمى أقولي قطب بدن دول مرايا وأن أقول هاي بو معني يري هذا ديدي وحنا ليري كلبوش أو كلا لقوي حرايا دم بيلا تاي قرر دمس باتاي شرع ديد باتاي أيها لقول ده هيا بليري سيد اللي يري وانا وركا وحنا كم درينا وحنا كم جرينا رئيس الوزراء هو أقول هذاي وقدم بينتي إلا يبرئ إنه هذلا أيو قبصي بريه اللي جو رسوق هذا معني سيدا ويري مركز إلا يبرئ سيدا ويري ويني عكرت هذا أنت الله يفكر جرح تاني وهذلا قدر يدنا لعجوا على وبرسوين لجوه ملايين أي صار دوبتي حمر فادياسين سردونك الصومالي نيك هايستا ومعني هرمي لان أبتي إيه الدهاية ومختار روبو حتى أبتي أبويرا يلفت جرين أبتيو مرسل دهاية أي العقد أنت بدن قعدت اللوجلي أهم جرين وري هراء إذا عد الجزيرة فديجي ويا الضاحة إسلام أركانا هذا كار يسقوا للدليل ربو مدحوين مختار روبو والله بي طبعا قبل كتلية مركزي معنيه بتبادية وأفجو اللوجلي أو نفطي سي بتبادية مركزي لا سدرادد العقد أصلا ويت ما طيب مدن عبد العزيز لفت جرين oo aad u taqaanaan karasay sababta loogu bixiyay inay tahay sidii xamiid karasay oo kale in lagu geeyay baydhabo aan u wada jeednay oo hadda waxna aan loogu darin oo waxna aan loogu dhimin isagana kursiga waa laga qaadayaa waa la bedelayaa mar aan dheereyn madaxweyne muqtar robow siidayntiisi raisul wasaara cusub ka hor intaan lagu dhawaaqin in la siidaynaayo iyo bacda raisul wasaare marka lagu dhawaaqo kadib in la siidayn doonana labada arin britoole ayaa laga shuureynaya laga shiraaya siidayntiisana iska bax ma ahane isagoo sharfoon roog gududan wata habaysan oo hubaysan oo laakiin maylan matalaya ma aan qabiil ma matalayo jufahoos ma matalayo qolo gaara iyo magaciis isagoo maylan matalaya ayaa xudur laga dejin doonaa waxaana raaci doona gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed awood labaad ayaa ma arkayse ka dejin doona magaalada xudur isagoo habaysan oo hubaysan dadka loo yaqaan Mainland ama digil oo mirifle oo wada jira ayaa gogol xudur loo dhigi doona sida qorshaha uu yahay horta digil iyo mirifle ayaa calooshoodu saafin noqon doonta sababtu waxa weeye maxamed cabdullahi farbaajo dadka kaliya uu ku tashanayo markaan oo dawladdiisi uu doonayo inay garab u noqoto si lamida sidii cabdullahi yusuf حوية غير مايلان واد مركا إن مايلان ديجي اللي مرفلا أو ميت آه أو معني خالق جرين بوحدة للسيي أو حبيسن أو حبيسن دولة دي إنا يجرب استعجام بلد دون إياه النجا وين يسين وين معني ده يلصدين وحن أشجنا ولا راها سلبلار وروحنا دهنا إني ما يو هذا كار لجسوا باللابو خبيو مركا إنه هو يرسن عين إن ده عين إلايد الجبن ما فضعنا ولا لاي ilaayduna siyaasad baratay wax soo karkarinaysa anagu waan u sheegayni war waxaan dhahnay ilaa iyo hobyo laga soo bilaabo koonfurta mudug ilaa iyo markayse macnihi balcad lagu keeno muqdisho kala bar warnimayo idinka u badan anaguna hadaynu nahay qowmiyadda Mainland laga bilaabo lambar 4 4 rukun ilaa iyo markayse dhulkan bahgooyada ah lagu geeyo xuduudda Ethiopia iyo Kenya min amum ilaa iyo kudha ilaa iyo dowlo Soomaali Ethiopia nimayo annaga macnihi dhasheenu ay daadsan tahay marka annaga ugu badan koonfurta Soomaaliya waxa lagu sheegay ee dadow faqash sagaashan iyo koodi aan wada saarnay kadibna waa nooga baxdeen dhabarkaan naga toogateen sidii si aan ahayn heshiis mid ah oo jalaafo jawaari macnihi Shariif Xasan markuu yiri madaxweynaan raba aad u dhigteen mar labaad aad u dhigteen aanay ahayn macnihi eelaydo hoos u celiya aan ahayn qorsha ka duwan qorshahan eelay wiliq wiliq jini jiniyow isbaaradan idinkama saari doonta waana la idinka saari doonaaye nimayow dalku waa la wada leeyahay waana la kala leeyahay war dalku macnihi dadku nabadha ugu noolaadaane nimayow dalkan aan ka talino annagana madaxweyne aan noqono idinkuna raisul wasaare noqda dalkan aan hoggaamino war ka jooga annagu waan u sheegnay ilaahay marqaati uu ka yahay iyagana marqaati way ka yihiin adiguna marqaati way ka tihiin Soomaali weyn ee caalamkana marqaati way ka yihiin laakiin waxay noogu bedeleen 19 wiil
shinilayaal ay ku jiraan aqoonyahan ay ku jiraan waagii hore raxweynta ama mayga waa la iska dili jiray looma ooyaan baa loogu yeri jiray lama sheegsheegi jirin kii la dilo xataa ma arkaysa diye lama siin jirin laakiin hadda waxaa soo baxday isla xisaabtan macnaha hay-ado qarsoon oo wax qoraya adduunyada u gudbinaya oo taariikh qoraya oo macnaha baahinaya ayaa u soo baxay dadka mayga halkii qof ee laga dilo hal maalin abadal aabidiin xataa dhurwaagooda waraabahooda haddii la dilo way sheegsheegayaan weligood waraabahana waxaa dilay nin doolay dhahayan dadka mayga hadda kadib 19 qof bay haddana ku dareen intay dileen dil wuu dhacaa ya buruqley 4 ay ku dileen shiniiliyaala shini meeqasana lasoo baranayay jaamacaddaas okay 12 gaal ha dilaano intay haddana laifiyo soo fariisteen daa'ira cala sawi ay hogaaminayaan waxay dheheen niman argagixiso ah oo eelaay ah oo qarax rabay inay ka sameeyaan gaalkacyo ayaa la laayay dheheen waa dhiig dhiig kala sii korsaan oo macnihii dadkii la laayay oo shacabka aan hubaysnayn ayaa haddana lasii dulmiyey oo waxaa la yidhi waa argagixiso la laayay af xumadaas wayna u wada sacbiyeen in yar oo ilaahay u nimceeyey oo ma arkaysa xaqa tusiyey marka laga yimaado oo waxba aan qaban karin ha way u sacbiyeen waxay dheheen eelaay haddana subaxii markii sheekadii 48 saacadood life aan ku jirnay oo aan keennay dadkii oo shaqada ka joogsadayna life wixii dhacay meydadkooday u diideen waxay dheheen haddana ma arkaysa kamay ahayd kamay ahayd haddana hadday dheheen subaxii tignikadii galmudug oo socota oo macnihii qabiilka ah ayaa meydadkii dhashiika intay u qaadatay dadkii doontay ay ku rusheeyeen qaaraaba ku dhaawacmay oo ku dhintay marka sidaasi daraaddeed way naga diideen walaalahayagu waxay dheheen waxaan dhahnay aan isbaysanno afweyne annagaa villa soomaaliya ka saarnay kumanaan kun oo wiil baa nooga maqan muqdisho dowladnimada soomaaliya halgankii macnihii gumaysiga la dirirka marka laga yimaado oo labada xisbi annaga aan aas-aasnay u badnayn oon hogaaminaynayna ee qarannimada soomaaliya gobolnimada wixii soo gaarsiiyey waadna xaqirteen nimayow sidaan idinma shaqaynayso ha fiirinina 20 isbaaro oo shabeellada hoose aad dhigateen iyo beero dadow ma sii haysan kartaane ka jooga dadkan way idinka badayeen wayna idinku biyo keeni doonaan way diideen haddee farmaajo wuxuu ka faa'iidaysanayaa isla tabtii cabdillaahi yuusuf cabdillaahi yuusuf muxuu sameeyey cabduqaasim markuu ka faa'iidaysan waayey mailand uu la heshiiyey rra uu kala jabiyey dowladda inay baydhabo tagto lagu heshiiyey shaati guduud iyo uga baxay ay uga baxeen cabduqaasim iyo shabeellada hoose ay ixtilaaleen meeshii laga bixi lahaa cabdillaahi yuusuf wuu dhiraandhiriyey marka ha tii cabduqaasim uu ka faa'iidaysan waayey ayuu qaatay baydhabu macnihii soo degay 30 oo mailan u qortay muqdisho oo ugu cutaalka badan soomaaliya mailan baa tagtay iyo etoobiyaan waad ogtihiin maalintaas iyagoo hubaysansay u tageen ilaa hadda surun ayay ku joogaan cid u dhowaan kartana male cid ay ka baqaayaanna male reer mailan waana sheegnay gobolka banaadir mayga la-aantiisii lama dhisi karnaan dhahnay luuqad adag baan ku dhahnay welina waan leenahay banaadir reer mailan la-aantooda lama dhisi kara ma dhahnay mise ma dhihin maxamed mursal muxuu yidhi way ku fashilmeen uu yidhi ha way ku fashilmeen buu yidhi markaysa in ay macnihii soo dhisaan qayr inuu soo dhiso wuxuu ku fashilmay buu yidhi inuu soo dhiso xukuumad inuu soo dhiso ku fashilmuu yidhi aniga weliba qayre maxamed mursal guddoomiyaha baarlamaanka maanta waxaan ku ammaanayaa xaniyaha kuuskuusan ee waagii rra-da xaniyihii uu lahaa oo kale maanta uu la soo baxay annaga waan ku hambalyaynaynaa su-aal smc iyo jugta culus idinku ma jirjiroolayaal baa tihin maxaa marna macnihi aad uga soo horjeedaan oo aad u dhalayshan mar annaga ahaa annagu waa walaalahayagu dhammaantood xildhibaanada mailand ee federaal ku jira 15 milyan iyo kuwa baydhabo jooga adacsiis lafta gareen dhammaan waa walaalaheenna annaga waxaan rabnaa inay rageeyaan in ay rag noqdaan in ay dhihi karaan sidii jeneraal shaati guduud iyo madaxweyne mukhtaar roobow iyo ustaad cusmaan oo kale waxaan waan diidnay iyo waxaan waan yeelnay annagaa go'aansanay inay dhihi karaan maskixiyan iyo siyaasiyan inay u xoroobaan annaga intaasuu hadafkeena yahay macnihi weji gooni ah qof aan ka rabno ama dhaqaalo gooni ah qof aan ka doonayna haba yaraatee ma jiro we need waxaan u baahannahay annagu waxaan doonaynaa dadkeena inay ma arkaysa masiirkooda iyo ayooda ka tashadaan bes oo aan loo talinin sidaasi daraaddeed maxamed mursal intii kursigaasi la keenay maanta ayuu raganimo u hadlay hadda ma ku hambalyaynaysaan maxaynaan ugu hambalyaynin
حقو بنقوله يهاي ولكن أنا قدرنا SMC يجوب تعلوس جيسي ويان لنا هيرو ويان لنا رجعني مو واحد لان لنا بورسكي سمانتو شقيه بان لنا ولي بس يدو واحد لي بان أنا قو أنكو فرح سنة وإسقاب واحد لي ما تغنى حسن علي غير ما دي غير وحو قبل ويجي وكف فشل ما مدي وكف فشل ما يجي رعتا وكف فشل بيجي حلاكو قبل درادي إلا كرتا لقى جوستالي هذا كور من اللوج اللي كرالي من اللي جاب إلا نكيم أوكتا بيت العنكبود اللي جلي هذا كور جوارتي اللي قلت لي بعد أوكتي مرك هيا سيب وصاق هذا يعني تيجي كسر نجيين خير أوين أي يا جواري وحي معني ها معني أنا وين هذا دم يسا هيا استوى بشدة يا أبو ما لا أنا يسارن تاي أرتا هيا استم كور مرا يا ها هيا استي لوق هذا رئيس الوزراء تن أي أي هيا استاسي جواري واسكلاه مانتي marka sidaasi daraadeed waxa aniga aan macni soo jiitay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ambassador maxamed mursal raganimadii mailan lagu yaqaanay wiilka mailan war hooyadii mailan baad dhali weysay gabdhii waxay ku dhawaadeen hadda gabadha kor turkiga ka hadli jirtay waxay tiri anaga hadda kadib macni nin maaya inaan guursano waa bas waay marka maxay la hadaan guursano wiil madaxweyne ma dhalaynaba madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ma dhalayno marka maxaa ka hadda gabdhii baa waxa macni soo dhaw inay qafil macni soo gataan ay isxiraan gabdhaha mayga inay hooyo iska diidan inay noqdaan wiil maaya inay dhalaan macni baa ka soo dhawaaday macni wiil maaya inuu wax diidi karo inuu wax yeeli karo macni lixdan sano lama arkay marka laga yimaado madaxweyne shaati guduud iyo madaxweyne ustaad cusmaan iyo madaxweyne muqtar rabo marka anagayaaba qatar galnayba ilaa aniga hadda macni bidaartan aan leeyahay nafsadayda waxaan rabaa mar dhow inaan beerto marka aan beerto turki waa diintana way ogashay marka aan beerto gabar yaraan rabaa inaan guursado oo mailana seen ku guursanayna marka haday qafishaan gabdhihi gabdhiya wax naga xina marka mursal wuxuu furay wadiiqad ah in markay saninka mayga wax diidi karo waxna yeeli karo si marka aan bidaarsan bidaarta macnihi aan tima ku beerano aan gabdha mayaan u guursan karno oo aysan nooga qafilan wuxuudi baaladooda marka sidaasi daraadeed maxamed mursal macnihi maanta wuxuu u hadlay si raganimo leh raganimadaasi annagu marka waan taageereynaa annagu waynu taageereynaa maxaan u taageereynaa horta run cali guduud oo baan eegi doonaa oo halgamaagi mailan ahay run saanay salaam alaykum waxaan maanta Soomaaliya salaamay waxaan leeyahay waxaan leeyahay shalay ninkan korontada ku biyo ka toosay maanta dadka oo ka tuuray iska celi wadna tuurta suwaal shalay korontada biyo ka toosay maanta mayga uu guul gaaro madaxweyne muqtar robo uu soo baxo umadan uu hoggaamiyo inaan guursano marka waxaan ku siganay macni in gabdhihii ay na diidaan sidii nin mailan waxba uu diidi waayo waxna ma yeela annagii marka qatar ama galnayba annaga guurkeenaaba qatar galay moqto annagiiaba halis galnayba hadda marka macni wax hadda xoogoo rajaan leenahay maxamed mursal rajada uu noo soo bandhigay baa ah in macnihi haddii timaheena aan soo beerano oo bidaarta macnihi hadda aan soo beerano inaan gabar maaya heli karno aan macnihi guursan karno madaxweyne muqtar robo markuu soo baxo soo ma jeedin marka rajo fiican buu na geliyey maxamed mursal sidaa daraaddeed waa geesi 14-aad xaniya kuuskuusan oo ma arkayse raganimadii aabayaasheenni mailan iyo awowayaasheenni mailan iyo abtiyaasheenni mailan iyo hooyooyinkeenni mailan iyo eedooyinkeenni mailan iyo habreeriyeenni mailan iyo gabdheenni hore ee mailan macnihii berisamaadkii lagu yaqeen ayuu bannaanka soo dhigay wuxuu yidhi ma taqaanaa khayre wuu fashilmuu yidhi ammaanku ku fashilmay macnihii dhisidda maamulka gobolka banaadir macnihii meeqaamka gobolka banaadir ku fashilmay sidaasi daraaddeed 8 way difaacday 8 isaga u codaysay 107 way riddu yiri buruskana gow uu xoog ugu siiyey sida buruska uu maanta ugu dhuftay maaligii naarta joogay ayaa waxaa la sheegaa in markayse malaa'igta markuu abro qofka inuu raarka inuu aad ay u buruseeyaan macnihi marka nabigaaga waayo rasuulka ilaahaaga waayo diinta marka la yiraahdo
معني قفك معني مسلم كإلهي توسيح ودها معني النبي جيجو إلى الله وعلى الدين تيدو فرقان النبي جيجو ما أعرف سوى محمد ودها كي أقوى يروح ودها لا أدري لا, لا أدري مركو إلى هذا ملك وعير البروس يتوقع دم تضبع فسر ونات أوسوس على دم مركو وعير ونجد محمد مرسل بروس كمانتي سو وقلفتي ميسك بينك الله ففتحنا أبواب السماء بيه لغو صفري أوكال حوق وغواغي ما أركيس نبي النوح الدنيا دون بيه إيقادين بيه لعلي كرمان بروس كاسي بروس وحاوها ما أركيس هدي ورهورتا كاسي هدي ما أركيس خير وأجوه إلى مانت ما أركيس داسي درادين ولا ليال وافيرينينا معني دقينا إنا ما هي إسلامر كانا وحان إذا كعطسان إنا إن وقت كوبان أو لح دقيقة كسيمان أدنا أما هيسان محمد مرسل بروسك إنتو سامو نوفن حناقو أهدلي عرضو أقبي نقل إنا دو خير عرضو أقبي حناقو أقبي معني حتى حسن علي قير مدين وحيري خير وحكوف فشل مي وحكوف فشل حتى مدين خير وحكوف فشل مي موقت هاي دتك قاركي مركي حناقان حتى هو شكشجان يجون شكشجين دتك قاركي يجو شكشجين هداي حناقة معني هدا ويش شكشجان معني قدومي محمد مرسل جاسي وحير ماطي خير حسن علي غير مدين فيصل ور خير وحكوف فشل مي ما أركيس معني أمنية إذا ماذا معني وعير مقام قبل كبنادر سديدة دفاع ذي بقول إيه تضباطنا ويتورين بوري دم حكومة دويدة ذي بروس كاسي لو بروس كاسي ما أنت محمد مرسل أنت بروس ومالك قراعي ور تمال كبرت تما وشرفت لي معني برت ويسو جيدان حتى داي 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 انت يقول شكا قرسي تمال حتى ولقي برسا أمته محمد مرسل ما أنت بروس كاس مدنها بس أقول لنا وأنا هو بعدي قير وأجوج لها بروس كاسي ماش وميس كله فنلا قير ما الحسين وكله فنلا يا ملا يعني ها قير ما الحسين وكله فنلا ما شكل كاسي وجرد بكاس ودري ميسا مركز سيدي أسد راد وحلا يا هاي محمد مرسل صاحب النجا هدانا النهاي dhalinyarada sii cuslaan rabta ee bidaarta leh ee reer Mainland oo gabdhihii macnihii yiri macnihii anagu waan qafilanaynaa wiil Mainland muxuu naga gursanayaa madaxweyne dhalimayne u dhalimayne raisul wasaare u dhalimayne macnihii tiibaad xogoo naga qafiifisay maantay hore in loo socon doonaan u malaynayaa cududii Soomaaliyeedu waa Mainland marka sidaasi daraadeed waxaan rajayn hadda rajo weyn ay gashaan siiba aniga aadana kuwa badan oo bidaar leh umada qiyaano koofiyad xidhaa jira dadka markay hore imaanayaan rajo fiican ay gashay runtii rajada ay gashay ma waxay tahay timahan oo macnihi iga biibay oo mar dhow mar aan ku fakarayay shaati guduud international airport maad ku qortaa mise maxaa ku qortaa aniga aan ku fakarayay baa rajadii waxay soo noqotay in Turkiya aan u dhoofi karno isla markaana intaan $2,000 aan dhiibno diintana hadda culimada way banaysay ilig dhacay gashashadiisa oo kale waa ilaa intima hoos bay ka nool yihiin ma arkaysay in la soo beeri karo markaas ka dibna gabar maaya marka madaxweyne Muqtar Roobe uu soo baxo dadku ay israacaan dalku uu nabad noqdo inaan macnihii aroos aan ka damaashaadi karno oo macnihii loo qaadi karo markaasi aan qaadi karno markaasi heeseeni hore waxay jiidanaya joogiyo hanaankiyo chaha muqali aniguna jacaylkiyo kama jeegi karaye nafku jaceel adduunyada jidigooyaha u dhigaa nafsi baa jiree garo hedhe jahaga inan yahay rag baad jamatayo jamjamay awga xalay jalalaxdaydii goorunku jiifsaday jabaqbayga baxaye aniguna jacaylkiyo kama joogi karaye kama jiifi karaye kama jeesan karaye nafku jeceel adduunyada dee annagoo timo leh doogow
oo sharaf leh dalkana xor yahay madaxweyne muqtar roobo uu ka talinayo naf ku jecel adduunyada jidigooyaha u dhigaa nafsi baa jire kadibna buuriskii maxamed mursal hal mar oo kale marka heesta ay dhammaato dam sidii maanta oo kalena loogu siiyo xafladdan ay xiran tahay malxiisna ayna u baahnayn annaga iyo gabadheen annagoo timale qof wal boqolkiisa u galay iskala sumayna tii aa noo muuqata marka rajaan aragnaa marka dhegiina naa maayaada maxamed mursal aan eegno guddoomiyaha baarlamaanka war ii kaadi ninka soo galaayo wax yar guddoomiyaha guddoomiyahaasi daa ii kaadi ani maxaan ku sheegay maxamed mursal xanaaquu qabay markuu ku fashilmay ma dhihin markuu ku fashilmay macnihii wuu shiday shabaabka markii ay qof macnihii dowladda ka tirsan ay qabtaan idaacaddayka waxay dhahaan murtad ay dhahaan way shidaan murtad marka maxamed mursal ku fashilmay ma dhihin guddoomiyaha wuxuu yidhi ku fashilmay yuu yidhi dhegayso markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa ku diyaarinta hamaal iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo qof ah sanadku labada kun iyo labaatanka dhammaystirka dalaaleynta heerarka kala duwan iyo buruskii la sugay burus maqaamka caasimada ka hor waqtiga doorashada afiqaadinta iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada buruskiilasugaynta nidaamka cadaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyaysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga sugan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga guddiga madaxa banaanka doorashooyinka qaranka qaranka xilligaa doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 19 sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020-ka markuu dhegaystay golaha cad ee maalaha federaalka ah warbixintii guddiga madax banaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qarsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13 faqrada 3 sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu qab u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaaraha uu yahay xasan qeyre baarlamaankana sidaa ay u codeeyey waxaa u kala u codeeyey 107 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah in si degdega usoo magacaaba ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof noqod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad umahadsantahay wuxuu dhan toban wallaahi kayre lifeka s m c u fiirsaday codaa loo macnihii mooshinkiia socda markaa dhaana waa loo diray dhuusamareebuu joogay inuu kasoo gaarsiiyu damcay airborka markuu soo aadi rabay qoorqoor oo ah farmaajo yarow aa yidhi maya ma dhoofaysa toban daqiiqa si u boobsinaya maaragtay xukuumadda markay ku fashilantay xasan kayre uu yidhi xasan cali kayre xasan kayre
معنيه دورشده كور مقام قبل بلاد رو ديسي واي ما عرفي سي امنيجي عيدا مدي وحيو دان سيدا سيدراد دي قدوميه امركي لو صدق بيه ما عرفي سي وو قاطي عدو قليل بقول تضباطن وعضي سيء اللي هدو سيدادنا ما عرفي سي ساقع وحكا عمو سي مالا مركا حكومة دي ساسي كل عضي رئيس الوسارة رئيس الوسارة مدحوينة رئيس الوسارة عصب سيدا شعو قباه وصو مقعابو بروس كعتا فرني مركا فيري هذيك مركا تاغن تاي يا مركا فردي ذو مدابا أبود بدن تاي مركا وحكو نفطو مركا تاغن تاي معني بروس كعتا ما عرفي سي معني فردي وكل فنجري مركي هوري مركو استاغي كدب يا أهلين بروسكي أهل مانتي انتو قبصدي ها ففتحنا أبواب السماء أوكر بيه ربي نوح لصوف الصحي أن العلين كان أوكر جو ومش بسي كاسدي غير وكل على كور مانت كورنا كشكة ور ما كان ولا مش مركز سيدة سيدة رادي مركز هذا الرجع لنا هاي دتك معنيه بدار تلا دتك وضياش عصلاضي قبله الميلان لقبل الله ما أنت محمد مرسل بالرجال سوق ليي كل يمقي في لندنان تركي بعد إسكح حاضرين إن قبل دم أركيس عن إسقرسان دوناي وضد كم عني كل إحنا راي إسدياري كلي إن شاء الله مدح وين أنا مصاب حياة ذلك مركب الدعسيس لفت جرام وجميع تيم كريدو كريدو إسقنا كرسي ولا قاعدة يا سلم إذا سيدي رئيس الوزراء غير يا لو ببسين دونا مر مران madaxweyne muqtar roobow no banaanka ku jooga baraawena iyo shabeelado sidoo balan qaaday madaxweyne muqtar roobow ayaa dib u xoreyn doona waxa intaas si dheer shabeelado soo way xirooday maygana wuxuu xiroobay laga bilaabo caawa ana hadda idin cadeynaya ama anaga idin cadeynayn SMC taa ku seexda marka insha Allah taala barnaamij halkaas aan ku soo gabagabeynaya aniga nafsadaydi ma arkayse wariyashii bashir aan gali lahayn hoos way guda ballaarantay britolsa waa ahad hadii britolsa aan isweyno علي مجيلاني باجوكتا فاطمة إبراهيم باجوكتا آدم بلبو باجوكا وحاج جوكا ماركيس محمد إبراهيم وضني باجوكا محي عبد الله يوسف باجوكا وحاج جوكا ياسين أبي كر أو ملح جود الصحافة كونفورت الصومالية SMC باجوكا وحاج جوكا أحمد أولو باجوكا وقيل كجوكتا علوس يدل كنيدرلاند برلين حسين باجوكتا رحمة آدم باجوكا وحاج جوكا ماركيس هرون علي جدودو باجوكتا ور فردوس فراق باجوكتا war umadda dhan baa joogta marka hadaan isweynana barnaamijka idinka iyaga wada doona laakiin cudurdaar aw cudurdaar live kan marka soo galeenay siiba aniga madaxweyne muqtar roobow oo argagixisa lagu tilmaamayo markii madaxweynimu isu sharaxay la yiri kuwo reer salbalaar iyo saldheer argagixisa ay leeyeen horta taasa aniga live soo galisay maalintii ugu horeysana shaati cad baan watay ee qof wariye أما معلمنا ومدنا في سبيل الله وحبرة ما أركي صحافة دنا contribution كله أو website دي قرأ أما إسكال أيام معني أنا شخصيا أنا ها مركب بإذن الله باري مدحوين مخطوط اللايف كان نلعب دير هذا بينما أن لقاح سوقي دور الشدي يقوه الرئيس الرمائي لنا سيدي اللي ربي إنه قنوي دي معني والقو قرد الرواضي معني مدحويني اللي سوقة فاشي إلا الدلال الربي فرطة ما أركي كل نفكس وقت جيدي لمنيسا لكن أنا ود ذا الكاسن لايف وجود ضبط نيراني إنك استودتك أن دون تان إصلا صار نين ومدحوين مختار روب وكودي حما صدق وأن ود الدفاع عين اللي يدي أي أنت بدن نوجا كلا بحين دقلك وأنا كلي إني إيه رأمك صهرنا لكن الشعب كي بيتاجن مركز سيدا سيدر عدل حتى ما وحنا نجا أو جيسيسة هدي إلهي وكر على النقطة مدحوينا وصوب حيا بريبا لا شو رينا يا صوب حتان كيسي بعد الرئيس الوزراء عصب عصب له مركز لما جعابه يا إنكله وحين يدي شيء جينا مركز دي مدحوين مختار روب وصبحه إلهي وبنانك كانوا دردارن كان أنا قال مرة دردارن سين دونا كصحافة وحين دي دونا سداس سداس وحكوه جامي سد بن يسيتوس أهلا سفرنا نودي دونا ومد ميلان جدات كاسي قلدان ويكسو معني جبتي ويكسو بربرتي مدحوين وحبلو جو مش شيء سيداس سيداس هو جامي قبيالات كفجو ما أركي سيان لجو وسقينين وعشر كوكو في الأوقات قبطة ومدن هو جامي قربها جان ناي هديك على الدواء دقيسة أنا جو حوي سيداس عن ليه دونا يوح الله مدا أو مدة قدنا أوكي هدي ما الحوينا مركب بنانك ويمادو أو هوش إيسكو توش طب بنانك ويمادو أنا سيبا أنا شخصيا آذن عبادة ذي dadba waxay dhaayeen lacag buu qaataa waxa suuqaataa waxaan rabnaa caawa
ee weysaan qabaa waan dhaaran karaa qofka hal senti oo aan ka qaadanay siyaasaddan socota noo sheegi kara ama macnihii na qabsan kara adduunyada nool waxaan jeclaan lahaa in tiimkeenna inuu ma arkayse nala soo xiriiro ama ummadda usoo bandhigo ma qaadan haddana ma rabno waayo masaakiintaasi wax la dulmiyey oo laga qaatay waa sun iyo dhiikar iyo cudur waay si xun baana loo dhimanaya marka sidaasi daraaddeed annaga dulmigaan diidnay ilaahayna uu nagu amray in dulmiga la diido intaan kari karno marka hadhow haddii madaxweynaha uu soo baxo caruurtaydii xaaskaygii iyo midda kale ee macnihii laga yaabo markaan bidaartay yeelano oo macnihii waxbaa raja mursala rajana geliyey oo ma arkayse aysan naga qafilan iyo shaqadaydii oo xalaal miiradnimada ah dhiiw 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 iyo tabliiqnimada aan anigu ka mid ah anigu war tabliiqanahay haddaa ogtiin haddii kale jameecada aan ugu jecelahay adduunka jameecada tabliiqa waay mustaqbalkana waxaan jecelahay anigii xaaskaygaba inaan tabliiq annagoo a dhimanno sida aan rajaynayo biidni illahi baari marka ee qalbigaygu uu ku sanya marka waxaan jecelahay aan sheegaynaa madaxweynaha hadduu soo baxo aniga aadana life dambe haddii dad aan macnihii hunguri aan ka goynay ama macnihii aan meel ku baaraynay aniga aadana waa macnihii garoonka waa ka bixi doonaa inta badan saxaafad ahaan bes aan u shaqayn doonaa inta badan saxaafad ahaan waa laga yaabaa life inaad nagu aragtaan markaasi annaga oo cashar bixinayna ama annaga oo macnihii filin aan soo duubnay ummadda aan waxtarayno ama marmar life intaan soo galnay war ummadda meeshaasaa wax ka qaldayin war meeshaas hala soco meeshaas oo dhifdhif ah ingiriiska wuxuu dhahaa reer ayuu dhahaa waa nala arki doonaa laakiin mar haddii madaxweynaha uu noo soo baxo oo ummaddana isbaarooyinka laga qaado gobolkan shabeellaha hoose culayska uu ka yaraado aniga aadana waxaa iga badan shaqadaydii maxaa yeelay aniga hadda dalka aan joogo macnihii nin ilaahay mahadiisii wax ka bartay baan ahay kulliyad ka baxay oo macnihii loo baahan yahay oo nin maarkayse aan waxbaranin dalkan aan joogo maahi macnihii waxaan ka wadaa soomaaliya markaad joogtada wax soo baratid inta haddaad timaad waxbarashada ka kacwaa waa inaad inta wax ku barataa macnihii xirfad aad barataa marka anigu xirfadlana waan ahay ma ahi ma arkayse ma arkayse macnihii qof meelaha baraha bulshada soo gala oo waaqwaaqwaaqba fiyuu wax ka raadiya macnihii ama hayeysiin ama scomenti raadiya maahi marka sidaasi daraaddeed tiimkeenna s m c waan yarayn doonaa saxaafadda caadiga ah sidana lagu yaqaanay dhowr macnihii 10 sano ku dhowaad aan saxaafad ku dhex jirnaa hadda weli waan wadnaa yaasiin iyo wadani iyo maaxiye cabdinuur oo macalimiinta ardayda hadda b b cda ushaqaysa qaar ka mid ah macalin ahaan jiray waan wadi doonaa balse mukhtaar hadduu noo soo baxo oo ummaddana culayskan uu ku yaraado bahasha isku toosto annaga aniga aadan ah iyo tiimkeenna hurdo insha allahu tacaala marka taana sii ogaada haddaba macnihii afeefasho hore yeelo ama adkaysi dambe yeela layidhi hadhowdii hana dhiina beesay qaateen saasay hana dhiina haddaama sii sheegayna lifekana wuxuu noola dheeraaday madaxweyne mukhtaar roobow oo macnihii la qafaashay low la qaban lahaa maalintii la qabto qorshayga anigu wuxuu aa qaasatan inaan maalinta la qabto maalinna lama hadlin intaana warkiisa waan soo tabinaya waa xaqiiqa waxaan rabay inaan taleefon kula hadlo aan dhaho madaxweyne ilaahay ma ku guuleeyahaa adiga ma guulaysanin ee mailan aad guulaystay ummadda sida loo hogaaminayo ku bari mayne ya mailan cageeda isku taagto labada kambani ha u shaqaynin dhulkaana gorgortan ha gelinin maygana reer hebel iyo reer hebel ka ilaali guddi farsamo oo loo dhan yahay war ninba qabiil yuusan xafiiskaaga ugu soo gudbin guddi may oo siman dhiso aqoon-yahano ah kii reer ahaan kuugu yimaada adiga isaga hays arkina albaabkaa lagu celiyo adigu waxaad ahaataa nin madaxweyne ah oo mailan ma arkaysa ay ku hareeraysan yihiin yaan lagu wasaqaynin intaasaan dhihi lahayn annaga laakiin waa nalaga qabtay haddana saasaan dhihi doona hadduu nool yahay oo ilaahay soo saaro oo ummaddaas hogaanka loogu dhiibi rabo hadda waaba way isku soo dhammaatay marka sidaasi daraaddeed walaalayaal waa ka baxayaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo ma arkayse macnihii hadhowdii marka haddii madaxweynaha uu soo baxo ummaddeenna insha allahu tacaala isku toosto isbaarooyinka ay yaraadaanna waxaan idinka codsanaynaa
in haddii lifefkana laga waayo ama ay yaraadaan ogaada caawaba inaan sii hadalnay, horena aan u hadalnay, aan ku maqannahay danaheena gaarka ah, xaasaskeenna iyo caruuraheenna iyo mustaqbilkeenna iyo maarkaysa cibaadadeenna, tanba waa cibaada ee, laakiin cibaadadeenna gaarka ah iyo shaqooyinkeenna iyo nolol maalmeedkeenna inaan ku maqannahay. caawana aan ku dhaaran karno hal qof oo may ah oo hal sintina siiyey inuusan jirin caawa, laakiin waxaan inta idinka tusi karaa aniga mobeelkan waxaan idinka tusi karnaa dad nala soo xiriiray maygu waxma dhiibaanaan lahaa, waaeba dad nala soo xiriiray oo shacab ah oo maylan ah oo nagu yiri nimanyahow daacad baa tihiin waa ku daba dheeraateen, ma naqaana dowgaale, hadda xawaaladaan taagannahay $1,000 idiinsoo dirayna, hadda meeshaasaan taagannahay $2,000 hadda kuusoo dhigaya ama idiinsoo dhigaya, na yiri qoraalladoodaan idin tusi karnaa oo aan dhahnay hadda alxamdulillah waa dhaqannahay waxaan cunno caawa. Rasuulka wuxuu yiri caawada haddii dhiigaagu nabad ku baryo, isla markaana macnihi kibis aad cunto caawa aad haysatid, ilaahay ku xamdi adduunkaba waa intaas. Marka sidaasi daraaddeed macnihi waxaan dhahna annaga hadda caawa kibis aan afka gelinno alxamdulillah ilaahay wuu nasii, meel aan nabad ku seexanana waan haysanaa, dadaan macnihi nabad ku jiifin, dadaan ma arkaysa macnihi qoraxda meel maya, macnihi qof keliya maahan shacabkan ka wadaa, laakiin siyaasiyiinta ayay kori siyaasiyiinna la soo hadashayna way jirtaa oo yidhi ma arkaysa wallaahi kuwan hadda albakrullaahi waxay dhaheen war dadkan say noo caynaayeen wax weynay noo qabteen annagaaba u baahane, macnihi waxay dhaheen waxaanu siinaynaa ma arkaysa lacaga aan iska aruurinay ilaa iyo ma arkaysa macnihi 80 qof aan nahay ilaa iyo 100 kun ayaan iska aruurinaynaa tiimkan waa siinaynaa ina dhaheen, waxba naguma sheeganaysaan andhaana idinku waxba naguma sheeganaysaan, laakiin kunka waxaan ka wadaa shacabka, nin shacab hadduu ku dhaha ka waran keligiis $1,000 aan ku siinayaa oo iska xamaalanaya, nin shacab hadduu ku dhaha ka waran keligiis $2,000 aan ku siinayaa, waan aragnay baan ka wadaa waa kaa. Laakiin waxaan dhahnay hooyo xaabo guraysa oo macnihi dhalloy iyo dhalleey dhabta ilmaha ku sida oo kacaa ku faysa oo macnihi rafaadsan oo biyo ku dhex jirta cashuurna laga sii qaadaya laga yaabo isbaaro loo dhiganayo la kufsanaya jiree, waxaan dhahnay walaalow adoo nasiiyey ka dhig ama walaalay kaasi noo sii u dir adiga meeshaa rabto macnihi adiga caawi u qayb, saasaan dhahnay ogaada. Laakiin ma dhihin noo soo shalambee, ma dhihin noo soo shalambee, ma dhihin waa diidnay, maxaan u diidnay, maxay tahay alxamdulillah waxaan cunna hadda waan haysanaa, taariib kalena naguma jiro, haddii la taariibi lahaa meeshii loo taariibi lahaa waa joognaa sooma. Marka sidaasi daraaddeed dhammaanteennana inaan sidaan noqonaa loo baahanya, markaa dhowdii haddaan ka fariisanno war kuwii lacag bay qaateen aana dhihina bariiskeennaan ku maqannahay, madaxweynahaas hadduu soo baxo dadku ay walaaloobaan, adacsiis lafta gareen iyo mukhtaar roobow ee macnihi issalaamaan mursal iyo lafta gareen iyo abdicasiis oo walaalo ah, war ummaddan dhan u wada jeeda ayaa wax walba inooga muhiimsan, xinka iyo qabyaaladda qofka abdicasiis u nacaaya ama u taageeraya, xinka iyo qabyaaladda qofka mukhtaar roobow u taageeraya u nacaaya, kaa isagaa nooma dhalan nagamana dhalan shaqana kuma lihin, waana ka gudubnay, maskaxdeenna way kordhay, jiilasha hadda soo socdana way naga sii daran yihiin. Marka waxaan u baahannahay macnihi in aan samaysanno hoggaan mid ah gogol dhammaystiran oo mayland ma arkaysa inay dhan u wada jeesato, farmaajo cid kale oo gacanta ku haya ma jiro, waa ummadda mayland. Reer Cali Geedi, ra-iisul wasaare la siiyey, iyo Sheekh Shariif, xisbiye qaran iyo mucaarad waa isku dhammaatay, wixii nacaynaya annaga waa ka hadda xaggay mareen. Reer Galmudugga shabeellada hoose isbaarooyinka dhiganaya ra-iisul wasaarenimada waa looga booday, haddaana sheega aniga caawa Sheekh Shariif waxay guddoonsadeen in cusub la ra-iisul wasaare looga dhigo, 2 sano extension macnihi loogu daro, farmaajana wuxuu doonayaa in Mukhtaar Roobow uu soo daayo mayga oo isku duuban oo hal far ah inuu garab ka dhigto dowladdiisii ay sii jirto, 2 sano uu ku darsado from now, 3 sano laga dhigaayo, markaa kadib doorasho 1-man-1-vote marka la gaarana macnihi codadka ugu badan inay mayga uga soo baxaan, sidaasuu doonayaa. Marka adduunku waa dan dantiinu idinkaa yaqaana, laakiin annagu mar walba waxaan boorinaynaa dadka mayga inay cagooda isku taagaan,
madaxweyne ay noqdaan ra'iisul wasaare ay noqdaan inta ka sokaysana war maxaa aniga iidana waa inaad tiraahdaa ilaan gabadhii baaba ku haystay oo ma arkaysay macnihii nin bidaar lahaa oo 30 sano ka weynaa lagu daray markuu duqoobay oo daasadlo uu noqday odayaashu waad ogtahay marka macnihii ay duqoobaan dhaxanta ay ku dhacdo way qufacaan markay qufacaan daasad baa loo keena cara loogu shubaa marka quficiis intay ka yaabtay waxay tiri ma arkayse durjaal gaboobiyo aniguna dantaydii ay tiri war hadduu rujaal gaboobi aniguna macnihii haweenay baaba waxay tiri war hadduu rujaal gaboobi aniguna dantaydi war danta aan anigu leeyahay aaway dee anoo malaayiina naagaasaas tiri maniyaa ka dhigin bay tiri wax daaho dibaaygu noqon hagu adkayn bay tiri odaygan anigu waan daayey soo laguma qabo war so oday maada warkaas waa kala tagnay tiri haduu rujaal gabo aniguna dantaydi dantaydii aaway marka adigu macnihii ilaa iyo 1991 USC inaad sii daba joogtid iyo maarkaysa macnihii SSDF iyo SBM war kuma qabato kuma qabato waxaad u baahan tahay war shalay aydid adoo la safan oo macnihii lambar 4 surun ku haya oo macnihii xataa calimaadi lagugu dilay oo lagu qaaday cakaaro lagugu dilay hilowli ka jara aad tiri marka ugu dambeysana waxa weeye xasay oo madaxweyne baydhabo ka ah general shati guduud oo fadhiya dowladdii maxaa noo dan ah oo ka talinaysay banaadir shabeellada hoose baay gedo bakool jubbada hoose jubbada dhexe loo dhisay lix saaxiibeenimo macnihii kugu soo guurayay war xilli aadan baariyos uu sheegay waay gaala iyo islaam xilli aan isweerarin waay gaalada xataa isma weerarta lix saax war adolf hitler waa taqaanaa ninkii naaziga hogaamin jiray ha oo berlin waad ogtihin dibaa loo burburiyey dibaa loo dhisay derbi bay lahay derbigii berlin 80-meeyadii la furay macnihii adolf hitler oo yiri dunidan anaa qabsaday allah yow mid kala samayso ruushka ma weerarin faransa ma weerarin lix saac habeenimo subxii weerar jiray marka waxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa macnihii habeennimayna galeen nimanku kaadi qabkaynu ugu qabteen kaadi qabba taqaana qofka dayn haddii dayn haddaad ku leedahay aa ka qaadi weysid mar walba intuu ku ballamiyo waa ku siina waa ku siina aa u tagti iima uu kuu gooyo kaadi qabkaa la qabtaa isagoo macnihii xilliga intuusan kaad kaadi qabkaynu ugu qabteen kuma jiri kartid marka marka sidaasi daraaddeed walaalayaal nafta laysu dhiibay laysma siin akhbaaraadkii ugu dambeeyeyna waan idin siinay xaajadan halkaasay ku dhammaatay dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal faraysa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtoo ah kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal naftaan laysu dhiibaya laysma siinay haddii muuqaalkan muuqaalka xiga korna la kala qaato ballantanada waxaa weeye insha allahu tacaala 10-kan dambana inaan ka faa'iidaysana ciidda ka hor ilaahayna inuu aqbilaa ka weyn ilaahay ummadda macnihii dulman dulmiga ka dulqaado kuwa dulmiga wadana ilaahay ma arkaysa soo hanuuniyo macnihi dalka oo nabad ah la is-xushmaynayo qof walba dhulkiisii nabad uu ku difaacanayo oo macnihi uu nabad ku joogo ilaahay ha ina tuso soomaaliya dal iyo dibadba way macnihi balbashay labada qowmiyadood oo is-xushmaynaysa soomaaliya oo mailand hogaaminaysa oo jareerweyne ay madaxweyne ka tahay oo somaliland madaxweyne ay ka tahay ilaan labadan kambani waan soo aragnay waxay yihiin geelayda hubaysan inay nastaan ma arkayse oo baajuun madaxweyne ka tahay oo macnihii mushunguli madaxweyne ka yahay oo macnihii madhibaan madaxweyne ka yahay oo duruqba madaxweyne ka yahay oo bandhawo madaxweyne ka yahay oo qalinshub madaxweyne ka yahay oo ma arkayse dhabarweyne madaxweyne ka yahay shaanshi ay madaxweyne ka tahay ma arkayse ilaahay waxaan rajaynaynaa in iyagoo cadaalad ku hogaaminaya reer mailand oo dalka hogaaminaya siday waa ahaan jirtayba inuu dib noo tuso marka muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeye idama leh janatul firdows waxaan idinkaga tegaynaa daarihi fahmi kartaan.
وشو كسروا دعت كما اللي بيستي بيستي دعت كما اللي بيستي دايما كسروا دول منا ويشو روحي دمعة حاكن ودادو شو كسروا دعت كمان اللي بيستي بيستي دعت كمان اللي بيستي aqoonyahan muxsin nin qatar waay waa ka baxayaan aqoonyahan xabiib muxsin anigu kolley gacanaan u taagay gacan baan u taagay wax badan uu og yahay maayo idinma sheega laakiin dadka wax fahmay waxbuu u sheegay eeg buu ninkaas xuura socdaa qoraalkiisa hadda daad akhrisaan keliya idin ku filan wuxuu yidhi reer mailand waraaqaha siyaasadeed ama waraaqaha siyaasadda adinka ayay gacantiina kusoo ururtay maayo kuma sahlana gacantiinay kusoo ururtay marka sida aad rabtiin ugu ciyaara ha haddaad dhooraysaan idinka idin taalla
هداد كفا إذا يستان إذا كيدين تعالى ديلال أدك هداد الله تبعدان مركا وراقها يأود السياسة دا ميلان أدينك أيا قعنتك وهيات أذب نحاتك سوماليا دولة نمدية داتين أدينك أنا كلا ديريكا إذينك أنا سوكيني كلا كاقا سيدران انترناشنال كساد أغا قدنتين قال هذا سنة كان سيبا دولمية دي لإذينكو هايي أوردان معني اللبادة كن سقالي طبان إسديدي طبان دابا يا قديدة إلاي هدا هدي ما أنت أمريكا أتكتي ميلان عيدا بيربطا إن لوردسو أما ساسا يربطا ويبكو تاقييب ويهيلي دولاد والبيو إنك ويكتر سنتا يصوما كمبيوتر كيو إنك يقلايا ويدابو ساسا اللوغ قلي ميلان مركا دوني دينا معني سوقات كويالتين سياسة دين ويقضنطي قدينا إذنك أدو بنحاد أه مركا سيدا ربطان وعيارو إذن دهاي مركا دنتينا نقرتا مركا ولا ليال مركا لانكو علين دونا حدي أمدى إسكو توستو ولا لها عبد عسيس هي مختار هي مرسل هي قعما إسهيستا آن أرقنو أمدنا مركا إسهي دان أودة جيستو دنتيدو أي فيرستو أي قرتو أنك كسيبة أنك شخصيا كلي مقالة دي دو يران دونان دي لا يكرر على الأخرى لكن إلا المختار روبو وغيريو دو أما أنك أن غيريو نو حوي أما بنانك أصبحو أنك مهارينو سك وحو سك استو أنو مشغول نو وان دب التاقنان دونا أرقان تاسي وابلان أن إلهي لقلني أذيك أنا أذيك قادني واي كودي أنا قادم ما أنت ما قادم مركز تانا كوب بشار رئيستا إن شاء الله تعالى مختار روبو نولي جي أنا قال الله ما هدلين إن شاء الله وحن له هذا دونا هالمر مركي وماركي سي ومدان هو جانك وياه وقبطه مركز عنده دونا سداس سداس بان ربي سدح يتمكن ديسمبر نحن أقوله حدنا أنت يبان كل هاي وبالله التوفيق إن بدنك مصوّع دونا قف أن وعوعون دبنا ما بجتب سيدي ذب عنصري الله يقول البابا سياسي بدنا أن وعو أما حل دبنا أن وعو آدم بنا صوّع سيدي ورياش قار لبوش شاقو ما أنتو نصا كي أنا صوّع ما اللي يسوعي جوري ددو إن أنكر كراعو ما أنتو دنا أن تجنا دنا الله يك الله الدنيا دنا معنية الله بريجا مركب دتك إدكتان اللي يقول عسومه وح إجح شاط بدن مجرين وابا يحي حجري مركب سيدي سيدرات ديت قف بصيبا إلهي وأبوري وحلقي يا بحدنا سيء هذا لايو لكن مرك كارن إنا معني فولي إسكاء هاي حشوت بدن هاي إن شاء الله تعالى مرك لما أنتيني شعبك أنت وحوجي سني ولا ليا العفس بان إذا ويدي سنة إنا وقمت لقلين شعب إنا وحوجي سنو أنت النجا وحنو جي ستينا النجا أو شعبة الدنيا قروا عفس قف أو حوجي سنو ملي لكن قف كسياسي كأه والله بعدين كمليين من إيناق بكون دونا هذا مسؤول عن وهايري كاس هذا يسجع معركة يسجع ما كره دمانة إنه وشروع للصحافة ده يمسؤولية ده معنى الدين الإسلام كا سيدا إيشي جي سقفك وناجي سنة إلا شيعه حمانتي سنة إلا شيعه وواجب تاسوان وانو عبدينا هذو كل هذا شيء هذو إلا هذا شيء والله كره معنى ساري مايو بيد الله يباري تانا مركب ملها نوجو حبنا تو إن شاء الله تعالى ولا ليال قول أيان رجالينا لابتنا لسفره قعمان هلا يسقبصده ولا لا أفقوين هلا قرمده شيخنا هلا دعيه ومد ما يلان هلا دعيه يتصوم عليه الظلمان أردن كوا الظلمي قبضنا إلهي إنه الظلمي كمده بيه ماركيس بلكو ده إنه ماركيس إيمان سدان سبارة إنه يكجوك سدان دلك الله ضد نقضه قحوتي قد بدها داتسن إن دل نبضه يكون نقوم كران لهلو معنيه هلا دعيه دعاده وأخوبك أقوى أبك عددك مسلمين تأيليهين إن شاء الله تعالى مركز روحاني دين لان هاي نفت اللي سودي بي اللي اسم السيني موقال كان موقال كحيقة كهرة دين لك لقاطو بلان تنظر حوية إذا ما اللي جنة الفردوس ولا ليال فردوس